أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ميكرو طنجاوي. ريان الطفل المعجزة اللي قدر يوحد العالم خلال 5 أيام فقط، وأكيد القصة ديال الطفل ريان ما نقدروش نمروا عليها مرور الكرام، أكيد كل واحد تعلم درس ولا عبرة من هذه القصة هذه. لهذا قررت نخرج للشارع ونطرح سؤال على الناس، شنو تعلمتم قصة ديال ريان؟ خليكم معنا. مسكين الله إلا عز علينا كاملين بينا، ولدي ولا راجلي ولا مرت ولدي، كل شيء عز عليهم. هذاك الولد هذاك ما كاينش اللي ما عاش عليه، عز علينا قطع علينا في القلب ديالنا. كنت كنشوف ودوز كل شيء حتى الممات ديالو شفتو، حتى ملي دفنوه شفتو، ملي ولا الوالدين ديالو واقفين مساكن تما كاينات يابسين مساكن، الله يحسن العون مساكن، الله يقدر الظروف ديالهم ويعطيهم ربي الصبر للمؤمنين اهل الله. الوالده عن سقسك، شنو تعلمتي من القصه ديال ريان؟ ايوا تعلمنا واحد الدرس اللي ماليهش ثمن، ان ربي الحبيب المعزيز الله تبارك وتعالى خص بنادم يقدر خاه المسلم، يكون معاه ويساندو ويشوفو مسكين شنو دارو شنو عنده شنو ما عندوش. تعلمت من قصه ريان هي بلي اننا حنا خصنا الا كان مكتسب لينا ربي شي حاجه غادي نعيشوها، راه واخا نعملوا اي حاجه راه ربي مكتسب لينا غنموتوا. شي مغرب راه زول جبل من اجل ريان، وهذا قاوم 5 ايام في نفس الوقت صافي، راه ربي مكتسب عليه غادي يموت، ما عندنا ما نعملوا. وكنوجه رساله للمسؤولين بلي ان راه بزاف د التشورى بزاف ديال القريات راه باقي ما فيهم لا ما لا ضو لا حتى شي حاجه، هذا ربي واحد الرساله صارت لنا وعبره خصنا نكونوا بها بزاف د الدول. هادشي اللي عندي ما نقول لك. شكرا بزاف. عندنا وليداتنا وعندنا حسينا بواحد الكبده، حنا كنحسوا بالكبده بحال الوالدين، الله يسمح لنا من الوالدين. وبزاف درايين عندنا، ماشي واحد راين، بزاف درايين في المغرب عندنا، ما خصناش يدعوا الشبان صغارين بحال هذوك من يد الناس اللي يدعوا عليك، العين مسكين راه ترجلنا ومرضي عند يما، حنا كنترحموا عليه وكندخلوا له الرحمه. وهذاك مرضي عند يما ومشى، راه كنسابوا الناس اخرين اللي باقا، فهمتيني؟ راه حنا انا وليداتنا ذوك العين مسكين راه تاسفنا وبقينا مأثرين بزاف على حنايا انا ولا الزوجه ديالي ولا الاولاد ديالي، راه تابكينا على المسكين. راه قلت انا بني هذاك، هذاك بحال واحد ولادي من الاول، هذاك واحد الله عطانا بحال رساله، هذاك الله كينبع خوتنا بحالنا المسلمين، حنا دولة عربية وإسلامية، هذاك السيد إلا كان عاش تكون واحد معزيزة عند الله بحال الله بغى، بغى يعطانا الله واحد واحد الرسالة وصلنا باش حنا نفهموها، كل اللي يقدر يفهمها كل اللي تابع خير وسخ الدنيا. وبقى فينا وكنا كنحسبوا هذا هو الولد ديالنا، خانا فيه كل شيء، وهذا الحمد لله هذا عطى الدرس للشعوب، هذه الشعوب اللي وقعت صداع مع بعضيتها، هذا تكون التلاحم فهمتيني، هذا الشيء اللي وقع ما بين الجزائر والدول العرب فهمتيني كاملين. والحمد لله هذا الانسان هذا ربي بغاه داه داه بعدني اول حاجه هذوك الناس ديال الشاوي اللي كانوا ناس مقصيين، ناس مقصيين بزاف، هذا الانسان هو اللي غيكون غيخلي هاد المسؤولين اللي كانوا غافلين هذيك المنطقه يمشيو يشوفوا هذيك المنطقه شني فيها فهمتيني. تعلمت بان لو اجتمع الانس والجن لينفعوك فلن ينفعوك، وان اجتمعوا ليضروك فلن يضروك، هذيك المشيئة الله، والله سبحانه وتعالى كان هذاك هو الوقت ديالو اللي غيمشي فيه. الدولة دارت المجهود ديالها والناس كاملين تعاطفوا مع ريان، ولكن هذاك هو الوقت ديال الذهب ديالو، ريان مات. احنا تنطلبوا حاجه واحده اخرى، ان نشوفوا ريانات وحدين اخرين، احنا ما خصناش نشوفوا ريان اللي هو مشى، تنشوفوا ريانات وحدين اخرين اللي ضايعين دابا معانا في هذا الوقت اللي حنا فيه، لان ريان مشى الله يرحمه، ولكن راه كاينين الاف ديال ريان في الزنقه غاديين وحنا مخلينهم. الا جينا ندورو عليه هنايا واحد الدوره هنايا في كاسبراطا غنلقاو بان ريان موجود منه العديد، ما نبقاوش نخمو في ريان، نخمو في ريانات اخرين اللي تنصيبوهم شباب ضايعين. والانسان يدام مع بعضيتو، وهاد القصه ديال ايوب هذا الموت هذا هو المد الله، ولكن هاد القصه هذه راه فيها عبره فهمتي، راه بنادم ربي بحال اللي عم يقول لك وصل واحد الرساله الامه الاسلاميه باش توحد مع بعضيتها. شوف شوف الموت بيد الله، بنادم اللي كان مقدر له عيموت راه عيموت، وربي خلقنا باش حنا راه نرجعوا عنده فهمتيني، راه هادشي هذا راه كيبقى ضل الله، وربي كيشوف كل شيء وربي فوق كل شيء. وحن واحد الهضره غنقولها، يا هاد المحسنين اللي بانوا وهاد المتطوعين راه عندنا بزاف حريان باقي في الحياه فهمتيني، طلعوا نجيبوا الاطلس، طلعوا شوفوا الدراوي وشوفوا الفقراء واعطيوهم واعطيوهم، راه الناس الله يرحمه، وكاين بزاف حريان. العبرة اللي ديت
يعني انا اللي كيحفر البئر بحكي ما حفر الاب لهذاك الولد انه غي يعني يعملوا له احتياط بعد حفر وما لقاش ريزولطات ان غيكون الماء ولا ما كاينش غيشد ديك البئر ما يخليش ديك البئر مفتوح لان شوف طاح فيه الولد اخيرا سقط في ابنه يعني اللي كيحفر شي حفره خصو يدور واحد السياج باش الانذار اللي مول السياره واللي كيمشي بالليل والاعيال اللي كيلعبوا كلشي لان هذا الحفر خطر بزاف خصو الانسان دائما يكون واعي يكون فايق ماشي انا حفرت صافي مشيت بحالي ما يهمنيش اللي بغى يطيح يطيح لا خصو كما كيفكر في راسو يفكر في ولاد الناس في حد اخر قل لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا الانسان تعرف راه بزاف اللي تخلى العالم الاسلامي في العالم تنزلوا على القران ولهذا ما فيش شتاء ما فيش بركه والانسان اللي يتلجأ للقران ان الله سبحانه وتعالى وفاه هذا الولد هي جات ان يكون يعني سببا للاهل ديالو غيكون لاباس عليهم كنا تحت الفقر يعني مش الفقر لان تحت الفقر ان الام ديالو قالت لك في الاخبار انك تسعى الماء من الناس باش تشربهم يعني شيء كمان يرثى له كيف الناس غتسعى الماء باش تشربهم وحنا ما شاء الله خيرة الله موجوده والناس المغاربه ديالنا كيلعبوا في الفلوس لعب يعني شيء ما تحمش المراه اللي هي عايشه لاباس عليها بخير وعلى خير مثلا حنا عندنا الماء عندنا الحمام عندنا الطواليطات عندنا الديور مفخفخه يعني عايشين فيها ومن بعد كتشوف واحد الانسان عايش في كوخ ليس له شيء حتى ما عنده لا يتعشى ولا ياكل ولا يشرب يعني ما اين هذا الناس يعني باش واين يعني الدوله واين الحكومه واين باش تقوم بهذه الواجبات كله باش يعني الطفل هذا كان فاعل الخير على الاسره ديالو كان فاعل الخير على الاسره جعل الموت سبب باش يموت هذا الولد باش يتقلب يعني سبحان الذي جعل لكل شيء سببا هو الموت هذا الولد وسبحان الذي يعني عسى ان تكرهون شيئا وهو خير لكم ان كرهوا باش يموت ديك الولد عملوا العالم عمل مستحيل من كل مطعجوا باش يفكوا داك الولد من القدر الذي حكم عليه الله سبحانه وتعالى يوقع في ديك الحفره لكن جعل له خيرا لاهله انه يعني ربي يسمح عليهم يكون لاباس عليهم يكونوا بخير يكونوا كل شيء يعني هذا الولد مشى اخذ اعطيوني الولد واعطيكم الخيرات سبحان الله ونعم بالله قصه دريه استفدنا منها ان خاص ديك المناطق النائيه وديك المناطق اللي مهمشه بالدارجه ديالنا خاص يكون اهتمام بها قبل ما توقع الواقعه ديك البير هذا كان كيخص السلطات المختصه وهذيك كان كيخصهم يشوفوا من الحال ديك العائله وعائلات اخرين اللي تما كان كيخصهم يشوفوا من الحال ديالهم ويقربوا لهم الماء يحفروا لهم ابار يعني عطينا سمعتي الام ديالو مسكينه قالت حنا غرف الماء ما شربناش من ديك البير غرف ودا لها الابن ديالها مسكينه يعني الله يعوضهم الخير والسلام هادشي اللي كنطلبوا ربي يرزقهم الصبر اولا السلام عليكم قصه دريان الله يرحمه مسكين ويوسع عليه اول حاجه باش منادم ما يبقاش بعدا يخلي ديك البير محلولين اول حاجه يردوا البال لوليداته وثاني حاجه يعني التضامن ماشي غير الامه الاسلاميه يعني العالم لا المسيح ولا الديانه اليهوديه ولا اي حاجه يعني كل شيء يد في يد هنايا يعني تعلمنا الانسانيه وتعلمنا منادم كيعرف زعما شني فهمتي تضامن ومنادم الله زعما يخلينا دائما هيدا مجموعين فهمتي الله يحنن القلوب واول حاجه واخر حاجه كنقول هي منادم يرد البال لوليداتو عندك شي بير اولا شي حاجه يا اما يعمل له ديك الضاله يغطيه اولا يعمل له ديك فهمتي الصور هيدا والله يرحمه مسكين ويوسع عليه وحتى هنايا كنكون وصلنا لنهايه ديال الحلقه ديالنا ديال اليوم كان معكم ايوب جواري ومور كاميرا صفيه العشاب تلاقوا فيديو جديد وحلقه جديده ان شاء الله السلام عليكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد